وقع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم بالرباط بالأحرف الأولى على الاتفاق الجديد للصيد البحري، وذلك في ختام المفاوضات التي انطلقت قبل عدة أشهر. وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أوضح أن الجانبين توصلا لتوافق حول مضمون اتفاق الصيد البحري المقبل وبروتوكول تنفيذه. وبعد التوقيع على بروتوكول الاتفاقية الجديدة، سيشرع الطرفان في عملية المصادقة عليها من طرف الأجهزة المختصة بالمغرب والاتحاد الأوروبي لتسهيل دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ في الآجال المتفق عليها. التوقيع اليوم كيتوج واحد المسار المفاوضات اللي دام حوالي 3 شهور، 7 ديال الجولات اللي كانت في بروكسل وكانت في الرباط، واللي تمت في ظروف طبيعية وجيدة وتوافق بين كل الأطراف. من خلال هذا التوقيع بالأحرف الأولى كنكونوا حققنا واحد 3 أو 4 الأهداف. الهدف الأول هو أن التأكيد على أن هذه الشراكة في مجال الصيد البحري هي شراكة مهمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، شراكة اللي عندها 30 سنة، عندنا واحد 5 أو 6 ديال الاتفاقيات اللي كانت في السابق، واللي بعد ما انتهى الاتفاق القديم في 14 يوليو اليوم كنحضروا اتفاق جديد اللي غيعطي دفعة قوية لهذه الشراكة. من جانب آخر، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوروبي يشمل كافة الأراضي المغربية بدون استثناء. النقطة الثانية كانت إجابة على التساؤلات ولا المناورات اللي كانت واش الاتفاق غادي يشمل الصحراء المغربية ولا لا، وكان الجواب واضح في المادة 1 من الاتفاقية كتقول بأن منطقة الصيد هي المنطقة الممتدة من الباغاليل 35 الباغاليل 22، يعني من كاب سبارتيل في الشمال الى كاب بلون في الجنوب اللي هو في محاذاه مدينه القويره المغربيه. وفيه هذه الماده كذلك كتشير بشكل صريح على ان هذه المنطقه الصيد كتشمل مياه منطقه الصحراء، وبالتالي فهذا يعبر بشكل واضح على ان المغرب ما يمكنلوش يوقع على اي اتفاق الا اذا كان كيشمل كل اجزاء التراب ديالو.